مع حصة جديدة من حصص العربية الثامن في مسلسل التعلم عن بعد في رحاب المدرسة الفلسطينية، فكونوا معي لنتذكر. أجب، ضع كلمة نعم أو كلمة لا أمام ما يلي. درسنا الجديد من فن النثر من السيرة الذاتية. كاتب القصة تلك فلسطيني من القدس اسمه وليد سيف، تحدث فيها عن جدته العظيمة سنديانة البيت. من خصال جدته الرائعة كثيرة الصلوات والطاعات، الرحمة بالمساكين. إلى هذه الصفحة المشتملة على الإجابة. قراءة: سنديانة من فلسطين إلى الجزء الثاني الأخير، حيث الصفحتان 24 و 25، فانتبهوا. والآن اقرأوا الصفحتين المطلوبتين قراءة صامتة من قوله: وما كانت حتى قوله قمحنا. بعد القراءة الصامتة للجزء الثاني الأخير، أجب، ضع كلمة نعم أو كلمة لا أمام ما يلي. جدة الكاتب امرأة تفرض رأيها على أبنائها بالقوة. اعتادت أن ترقي الكاتب حفيدها بالدعاء والذكر، هي صندوق من الحكايات التي لا تنتهي. ألقى الكاتب من ملامحها على شخصية أم محمود في مسلسل التغريبة. إلى هذه الصفحة المشتملة على الإجابة أيضا. وهكذا فإن الكاتب يواصل من جديد سرد حكايته الجميلة عن جدته الجميلة الحنون. إنها سنديانة لذلك البيت، إنها صندوق الحكايات الشعبية التي لا تمل، فلا تزال تحملهم إلى تخوم سحرية. وفي تلك الحكايات ينتصر المظلوم على الظالم، وإن ذلك ليثير الدهشة في النفوس، نفوس الأطفال والصغار. إلى الكلمة ومرادفها: لهجة، لغة، نستشفى، نحتمي، عارض، طارئ. الجملة: تكلم أبي معي بلهجة المؤدب. إلى الكلمة ومضادها: نمل، نستمتع، المظلوم، الظالم. وفي نهاية هذا الجزء الثاني يتحدث لنا الكاتب عن وفاة جدته. هذا الخبر، خبر الوفاة لجدته، هزه هزا عنيفا. ومن فضل جدته عليه واعترافا من الكاتب بفضل جدته عليه، ألقى شخصيتها أو ألقى بعض ملامحها على شخصية أم أحمد في مسلسل التغريبة الفلسطينية الذي كان من كتابات ذلك الكاتب. بالنسبة للفظ المجموع المراد إنه ذكريات، واحده ذكرى، ذكرى تجمع على ذكريات، ذكريات هذا الجمع جمع مؤنث سالم. إلى ما يلي، إلى الفكرة الرئيسة للجزء الثاني الأخير السابق، سنختار هذا وهي النبأ المفاجئ الحزين، موطن الجمال المطلوب. ذاكرتي تحتضن إرثها، شبهت الذاكرة بأم تحتضن ولدها. ومثاله: تحتضن جذع زيتون، شبه الجذع جذع الزيتون بإنسان يحتضن. إلى ما يلي. أخيرا أجب، ماذا تعلمت من تلك القصة؟ ألقى على، ضع التركيب السابق في جملة. تنجلي الأحداث بانتصار المظلوم، أعرب المضارع فيما سبق. تحنو، صوب الخطأ الإملائي المقصود فيما سبق. أطعم قريبا ولا تطعم بعيدا، حدد الطباق واذكر نوعه. إلى هذه الصفحة المشتملة على الإجابة. إلى اللقاء.